السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشوف أداة اسمها Upgrade Files من بيم سوفت سوليوشنز. الأداة دي بتقوم بإيه؟ لو أنا عندي عدد كبير من الملفات ومحتاج إن أنا كل ما أحملهم بيضطر يعمل أبجريد، فبياخد وقت لأن ممكن يكون هما مش شايفين على إصدار آدم الإصدار اللي أنا شغال عليه. فهي الأداة بكل اختصار إن أنا باجي هنا في البيم سوفت بلاقي Upgrade Files، بختار فولدر كامل هو يبدأ يعمل له ابجريد، بديله الملفات سواء ار في تي او ار اف اي او ار تي اي، سواء ريفيت او فاميلي او تمبليت، هو يبدأ يعمل يفتحهم كلهم ويسيفهم على الازرار دوت. يعني مثلا ممكن ناخد شوية ملفات دول مسافين 2016، فبقول له اوبن تمام، فبيبدأ يحطهم هنا. وممكن انا فلتر الحاجات اقول له عايز ريفيت بس او ار اف اي او ار تي اي، بيقول لي انت عايز تسيفهم فين. الملفات الجديده بقى تبدا تحط لهم فولدر سيف عليهم تمام، بحيث يبقى عندي مثلا ملفات تانية معموله 2017 2018 وهكذا، وتقول له اوكي، فبيبدا يسيف على المسار دوت. اوكي، بيبدا هو يفتح الملفات ويسيف، يفتح الملفات ويسيف. فده بيخلي الملفات كلها معموله ابجريد، بدل ما انا افتح كل ما افتح ملف اتعطل شوية على ما اعمل ابجريد الملف دوت.